لا نتلقى الشوط 13 ولا 14. هكذا التواصل مستمر ايها الحب الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط 12 الخاص للقعدان، الاشواط المفتوحه والاشواط المميزه والاشواط الكبيره والاشواط ايضا سريعه. هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء المقدمه وصداره شاهين وحمد بن جار الله البريدي ثالث ثاني الاسماء دخول مباشرة. وصل طشار وعبد العزيز بن عبد الرحمن آل عبد الملك من يقدم طشار بهذا التحدي الكبير. طشار نعم ما شاء الله تبارك الرحمن بن عبد الملك من يغادر بطشار، ولكن دخول مباشرة الله وصل جلاد شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي. يلا يا النعيمي اجلدهم بالناموس اجلدهم بالتحدي ما شاء الله تبارك الرحمن. بعود جميل ما شاء الله يا الرمزاني من قدم اداء جميل وتحدي كبير. وثاني الاسماء دخول من طشار ليكون حاضرا بتحديات عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك، ودخول مباشره. وصل شاهين وحمد بن جار الله البريد دخول من شعار كبير ومميز يحمل طموحات هذا الشاهين وعبد الله بن محمد المريحي. اسماء قويه، ولكن نرجع الى شعار الرمزاني من حقق الاماني بهذا التحدي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. شكرا يا بسنيدي، شكرا يا سنيدي على هذا الاداء الجميل. الله 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 جلال شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي. اوه غادر النعيمي ولكن وصل شاهين وعبد الله بن محمد المريخي. ولكن خلونا عدسه زميلنا عثمان وكاميرا زميلنا عثمان تراقب جلاد اجلدهم بخط النهايه. اروعهم ارعهم ارعبهم شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي مع جلاد. سلام جلاد وخط النهاية، جلد الناموس وجلد التحدي. سلام يا جلاد، تهانينا لمالك جلاد شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي. شكرا يا بسريدي المتابع الرسمي لشعار الرمزاني. ثاني الاسماء دخول من شاهين عبد الله بن محمد المريخي ثالث الاسماء. وصل هنالك شاهين محمد بن جار الله البريدي. تهانينا والناموس. توقيت الزمني ساعة وصول جلاد لخط النهاية قطع مسافة 1500 متر في دقيقتين 9:25. جزء تهانينا والناموس لمالك جلاد، أيضا اللي أدى أداء جميل شبيب بن محمد الرمزاني.